بيبدأ فيلمنا في أمريكا، وفي الوقت ده الجيش الأمريكي بيحارب علشان يخلي أمريكا دولة واحدة وكل الولايات تبقى تابعة لبعضها. وفي الفترة دي كانوا بيضطهدوا أصحاب البشرة السمراء وبيعاملوهم بطريقة وحشة جدا وبيستخدموهم كعبيد، وكانوا ممنوعين من الدخول للجيش الأمريكي. وبنروح لواحد من ضباط الجيش الأمريكي اسمه روبرت، وبيكون من عيلة غنية وسرية، وبيبعت جواب لوالدته بيطمنها وبيعرفها إن هو بخير. بعدها روبرت بيتحرك مع الجنود اللي معاه علشان يحاربوا المتمردين، وبيوصلوا لمكان الحرب وبيتضرب عليهم بالمدافع. لكن روبرت بيكون مستمر في التقدم هو وجنوده، وبيموت جنود كتير جدا من جيش روبرت. لكن روبرت بيرفض يرجع بجنوده وبيكمل هجوم، لكن ما بقاش قادر يشوف حاجه بسبب الدخان اللي حواليهم في كل مكان، والقصف بيتضرب عليهم من كل مكان. فروبرت بينده لصديقه فوربس، لكن روبرت بيتصاب وبيقع على الارض، وجيش المتمردين بيستمروا في قتل الجنود اللي مع روبرت. بعد كده المعركه بتنتهي، وبيجي مجموعه من الحانوتيه اللي من البشره السمراء علشان يدفنوا الجنود اللي ماتت، وبيكون الراجل ده اسمه رولانز قائد الحانوتيه اللي معاه، وبيروح لروبرت وبيشوفه عايش ولا ميت، فبيلاقيه لسه عايش فبيوقفه وبيسيبه وبيمشي، وروبرت بيكون متضايق جدا من اللي حصل معاه. بعدها بينقله المستشفى علشان يعالجوا جروحه، وواحد من الجنود بيقول له ان في قرار جديد الرئيس اصدره، وان هم هيحرروا بعض العبيد اصحاب البشره السمراء. بعد كده روبرت بيرجع لبيته، وعيلته بتكون عامله حفله وموجود فيها كل المسؤولين اللي في الدوله، وروبرت بيقابل واحد اسمه توماس من اصحاب البشره السمراء، وبنعرف ان توماس ده كان شغال مع والد روبرت. بعدها والدته بتاخده يقابل الحاكم اندرو، حاكم الولايه اللي هم فيها، ومعاه واحد اسمه دوجلاس. واندرو بيقترح عليه ان هو يكون فرقه من العبيد اصحاب البشره السمراء، والكل عجبوا الفكره وطلبوا من روبرت ان هو اللي يدربهم. فروبرت بيوافق على قرار اندرو وبيسيبهم وبيخرج يقف في الحديقه ومعاه صديقه فوربس. وروبرت بيكون متضايق جدا علشان هيدرب اصحاب البشره السمراء، وبيطلب من فوربس يكون المساعد بتاعه، ففوربس بيوافق. وتوماس بيجي لهم لما عرف الخبر، وبيطلب منهم ان هو يكون اول جندي ينضم لهم، فروبرت بيوافق. بعد كده روبرت بيجمع كل اصحاب البشره السمراء اللي في المدينه، ومن ضمنهم رولينز الحانوتي، وكلهم بيتخانقوا علشان يقدموا ورقهم بسرعه علشان نفسهم يكونوا جنود في الجيش. بعدها روبرت بياخدهم للمعسكر اللي هيتدربوا فيه. بعدها توماس بيروح يقعد مع رولينز، فواحد من الجنود اسمه تريب بيقعد مع توماس وبيسخر منه، فتوماس اتعصب عليه وقال له انا مش عبد زيك، انا حر. فواحد من الجنود اسمه جوبيتر بيتكلم مع تريب وبيحاول يهديه، لكن بيكون معاهم صبي ماسك طبله بيلعب بيها، فتريب بيتعصب عليه، فرولينز بيزعق لتريب وقال له ان الصبي ده اصم مش بيتكلم. بعدها الجنود بتخرج تاكل، وتوماس بيروح لفوربس وبيتكلم معاه، لكن روبرت بينده لفوربس وبيزعق له علشان واقف مع توماس وبيتكلم معاه. ففوربس استغرب من كلام روبرت، لكن روبرت قال له ان كل اللي موجودين جنود ولازم يتعاملوا معامله الجنود. بعد كده العريف مولكهاي بيبدا يدرب الجنود وبيتعامل معاهم بطريقه وحشه، وبيضرب جوبيتر علشان مش فاهم التعليمات اللي بيقولها له، وبيستمر في تدريب الجنود اصحاب البشره السمراء، وبداوا يفهموا للاوامر والتعليمات اللي بيوجهوها لهم، وبداوا يتعاملوا مع الوضع الجديد اللي هم فيه. بعد كده روبرت بيجي له تعليمات جديده، وبيقول لهم ان الكونجرس الامريكي بيرفضوا ان الجيش يكون فيه جنود من اصحاب البشره السمراء، وقال لهم ان اي حد هيتمسك لابس زي الجيش هيتقتل، وكمان دول منعوني من تدريبكم، وقال لهم ان الصبح الكل هيعفى من الخدمه. فكل الجنود اتضايقوا من القرار اللي الكونجرس اصدره، وبيدخلوا خيامهم متضايقين جدا، ورولينز بيقف في المعسكر طول الليل ومرضيش ينام. بعد كده تاني يوم الصبح روبرت بيصحى من النوم، بيلاقي محدش منهم مشي وكلهم لسه موجودين في المعسكر وبيحيوه، فروبرت اتفاجئ من قرارهم وان هم يعني مش خايفين من الموت، فبيقرر ان هو يستمر في تدريبهم، وملكهاي بيكمل تدريب الجنود، وواحد من الجنود بيتعب من الجري، فملكهاي بيزعق له وبيضربه، فروبرت بيستدعي ملكهاي وبيطلب منه يقلل شويه من عنصريته مع الجنود ويتعامل معاهم بطريقه كويسه. بعد كده بيسلموا الجنود اصحاب البشره السوداء بنادق وذخيره علشان يتدربوا عليها، والجنود بتكون فرحانه ان هم مسكوا اسلحه لان هم اول مره في حياتهم يمسكوا سلاح، وبيقعدوا يلعبوا ويهزروا مع بعض. بعدها جوبيتر بيمسك البندقيه بتاعته وبيصوب على الهدف بطريقه كويسه جدا، فروبرت بياخد باله ان هو صوب الهدف، فبيروح له وبيطلب منه يرجع يصوب تاني لكن بطريقه اسرع، وفضل يطلب منه يكون اسرع من كده، وجوبيتر بدا يتوتر، وروبرت بياخد المسدس من فوربس وبيضرب نار حوالين جوبيتر علشان يكون اسرع من كده في ضرب النار، وجوبيتر بيتوتر، فروبرت طلب من فوربس يعلمهم ضرب النار بطريقه سريعه. بعد كده روبرت بيتدرب بالسيف بتاعه وبيصيب الاهداف اللي هو حاططها، ففوربس بيساله انت ليه بتعامل اصحاب البشره السمراء بطريقه وحشه، وقال له حتى توماس بتعامله بطريقه وحشه، وقال له انت حتى مش قادر تتعامل معاهم ولا تدربهم كويس، فروبرت قال له ان الاوامر اللي عندي اجهزهم للحرب مش هتعامل معاهم كويس. بعد كده بيبداوا يدربوا الجنود على استخدام الخناجر اللي في البنادق، وتوماس بيكون مش عارف يستخدم السلاح، فمولكهاي بيحاول يعلمه وبياخد منه السلاح وبيضربه وبيوقعه على الارض، فتوماس بيقعد يعيط علشان اتهان قدام زمايله، فواحد من الجنود سخر من توماس فمولكهاي هجم عليه وضربه، لكن رولينز اتدخل وهدم مولكهاي والجنود، وتوماس طلب من روبرت ان هو يتكلم معاه لوحدهم، فروبرت
رفض وقال له أما الجنود بتحب تتكلم مع قادتها بياخدوا إذن الأول، ورفض إن هو يتكلم معاه. بعد كده الجنود بتدخل خيامها علشان تنام، فتريب بيسخر من توماس علشان روبرت رفض يقابله، وتوماس بيكون زعلان جدا ومتضايق من اللي روبرت بيعمله معاه. وبنروح لروبرت وبيفكر في القرار اللي هو خده، وخايف إن هو يستمر في تدريب الجنود أصحاب البشرة السمراء بعد يعني ما الكونجرس رفض تدريبهم، فهو خايف ليكون مجرم خارج عن القانون. وتوماس بيروح له وبيكون متضايق جدا من تصرفاته معاه وبيسيبه وبيمشي. بعد كده روبرت بيروح يقابل أندرو وحاكم المدينة وبيتكلم معهم عن الجنود أصحاب البشرة السمراء وبيقول لهم إن هم ملتزمين وبينفذوا الأوامر والتعليمات. بعد كده بيخلي الحراس يمسكوا تريب يربطوه علشان حاول يهرب، وأمر إن هم يضربوه بالكرباك قدام كل المعسكر. ففوربس حاول يمنع روبرت من تعذيب تريب قدام كل الجنود، لكن روبرت رفض وأصر على قراره وخلى ملقهاي يعذب تريب قدام كل الجنود. بعدها روبرت بيقف يتكلم مع رولينز، لكن رولينز مش بيرد عليه بسبب اللي عمله مع تريب. فروبرت سأله الجنود محتاجة ايه، فقال له محتاجين أحذية، وقال له ان تريب حاول يهرب من المعسكر علشان يدور على أحذية يلبسها علشان يعني يستعد للقتال، وبياخده يوريه رجل تريب وهي متحورة، وقال له ان كل الجنود رجلها كده فبيصعبوا عليه. فبعدها روبرت بيروح يطلب أحذية وجوارب للجنود بتاعته وبيطلبها من أندرو، فأندرو بيرفض يديهم له، فروبرت بيتعصب عليه وبيكسر له المكتب. بعدها بيبعتوا الأحذية والجوارب للجنود، والجنود بتكون فرحانة جدا بالأحذية الجديدة، وبيروح يبص على تريب بيشوف اتعالج من أثر التعذيب ولا لا. بعد كده روبرت بيجيله قرار جديد وقال له بدل ما كنتم هتقبضوا $13 هتقبضوا 10 بس علشان انتم من أصحاب البشرة السمراء، وقال لهم ان ده قرار لازم انفذه. فالجنود بتتضايق جدا، لكن رولينز بيوافق ان هو يقبض $10. فتريب بيزعق له وبيطلب من الجنود ما توافقش على القرار ده، وخلى الجنود تصور ضد روبرت. فروبرت طلع مسدسه وضرب نار في الهواء، لكن قال لهم انا موافق على طلبكم وهصور زيكم ومش هقبض مرتبي لحد لما تقبضوا مرتباتكم اللي هي $13. فالجنود بدأت تحبه وبدأت تحييه وتهتف باسمه. فروبرت بيسلمهم الزي الرسمي للجيش الامريكي وبيخليهم يلبسوا الزي وبيمشوا بيه في شوارع المدينه، وكل الناس بتحييهم ومبسوطين جدا ان هم بدأوا يتعاملوا زي بقيه الجنود البيضاء. بعد كده روبرت بيخلي فوربس يرقي رولينز العريف اول، وبيخلي كل الجنود تروح تزور اهلها. بعد كده بينقلهم لمعسكر كاروينا الشمالي، فهم ماشيين بيقابلهم مجموعه من اصحاب البشره السمراء وبيتكلموا معاهم ومنبهرين ان هم بقوا من الجيش. وفي الاثناء دي روبرت بيروح يحضر حفله وبيقابل واحد من قيادات الجيش اسمه مونتجامري، وبيطلب منه يجهز فرقته علشان هيبعتهم لساحل جورجيا كدعم للقوات اللي بتحارب هناك. فروبرت بيفرح جدا ان هم هيبداوا يعتمدوا على جنوده، وبيبلغ توماس يجهز الجنود علشان هيتحركوا الصبح. فتوماس فرح جدا وعرف ان هم هيحاربوا. بعد كده تاني يوم روبرت بيتحرك بجنوده اصحاب البشره السمراء وبيوصلوا لجورجيا، ومعاهم القائد مونتجامري اللي كلفهم بالمهمه وطلب منهم يهجموا على البيوت وخلاهم يضربوا النساء اللي في المدينه. فروبرت بصراحه بيكون متضايق جدا ان هم بيضربوا مدنيين، لكن مونتجامري شاف واحد من الجنود بيضرب واحده بيضة فضرب الجندي بالنار، وبيطلب من روبرت يخلي الجنود تولع في البيوت بتاعه المدينه، لكن روبرت رفض. فمونتجامري هدده ان هو هيتهمه بالخيانه وعدم تنفيذ الاوامر، فروبرت خاف وامر جنوده وخلاهم يولعوا في البيوت، لكن متضايق جدا ان هو عمل كده. بعد كده الجنود بتبني للمعسكر اللي هيخيموا فيه، وروبرت بيبعت جواب لوالده وبيكون متضايق جدا من القرارات اللي مونتجامري بيامره بيها. بعدها تريب بيتخانق مع مجموعه من جنود البيضه، فرولينز بيمنعه وبيهديهم وبيطلب منهم يسمعوا كلامه وينفذوا اوامره، لكن سخروا من رولينز علشان من اصحاب البشره السمراء. فالجنود بتتخانق مع بعض، لكن فوربس بيتدخل وبيمنعهم من الخناق وبيسالهم هو ايه اللي حصل. فرولينز رفض يقول الحقيقه علشان الجنود يعني ما تتاذيش. بعد كده تريب بيتكلم مع توماس وقال له انت بتتعامل كانك راجل ابيض، لكن البيض بيبصوا لك ان انت واحد من اصحاب البشره السمراء ومحدش مهتم بيك وبيسخروا منك. فتوماس بيضربه، لكن رولينز بيتدخل وبيمنعهم من الخناق. فتريب بيسخر من رولينز علشان بدا يوالي روبرت وينفذ اوامره، وقال له انت بتعمل كل ده علشان رقوك. فرولينز ضربه بالقلم وقال له انت بتعمل كل ده علشان بتحقد على زمايلك، وقال له ان البيض قبل كده كانوا بيحاربوا علشان يحموك ويحموا كل سكان الدوله. بعدها روبرت بيروح يقابل واحد من قاده الجيش وبيطلب منه ان هو يصدر اوامره بان يعني جنوده تحارب زيها زي بقيه الجنود البيضاء، فبيرفض وقال له انا عايزكم في المدينه علشان تنفذوا مصالحي. فروبرت قال له انا عارف انت عايز ايه، انت عايزنا ناخد اموال واراضي الفلاحين ونديها لك، علشان كده خليت مونتجامري يامرني بحرق البيوت اللي في المدينه، وهدده ان هو هيبلغ قائد الجيش. فقائد الجيش ده وافق ان هو يخرج يحارب بجنوده علشان ما يبلغش عنه قائد الجيش. بعد كده روبرت بياخد جنوده وبيوصلوا الغابه وبيامرهم بضرب النار وبيخليهم يقتلوا في جيش المتمردين اللي بيهجموا عليهم، وبينجحوا ان هم يرجعوا جيش المتمردين، بس بيكون في فخ معمول لهم وجيش المتمردين بيرجع تاني وبيهجموا على روبرت وجنوده وبيضربوا عليهم نار وبيقتلوا في جنود روبرت، لكن جنود روبرت فضلت واقفه مكانها وضربوا عليهم نار، والجيشين بيهجموا على بعض وبيقتلوا في بعض، وتوماس اتصاب في كتفه، وواحد من الجنود بيهجم على جوبيتر فجوبيتر ضربه بالنار موته، وتريب بيهجم على الجنود بيقتل فيهم، فواحد من الجنود وقعه على الارض
اتخنقوا فتريب ضربه، فبيجي جندي من ورا تريب علشان يقتله، بس توماس بيلحقه وبيقتل الجندي، وروبرت بيقوم الجنود ويستمروا في الهجوم لحد لما قدر ان هو يخلي جيش المتمردين يهربوا. بعدها روبرت بيمشي يطمن على جنوده فبيلاقي توماس مصاب وفوربس بيحاول يعالجه. بعدها روبرت بيرجع معسكره هو وجنوده وبيروح يقعد مع تريب ويعتذر له على اللي عمله معاه قبل كده، وقال له شرف كبير ليا قوي ان انا حارب جنبك انت والجنود اللي معاك، وبتتحول العداوه اللي بينهم لصداقه. بعد كده روبرت بيتحرك بجنوده وبيستمر في مطارده جيش المتمردين وبيسيطر على شواطئ البحر، والقائد اللي موجود طلب من الجنود البيضاء هم اللي يهجموا على القلعه، فروبرت طلب منه يخلي جنوده هي اللي تهجم على القلعه، لكن القائد قال له انت وجنودك بقالكم يومين ما نمتوش ومش هتقدروا تهجموا عليها، لكن روبرت اصر ان هم يهجموا على القلعه فوافق، لكن امر روبرت يستريحوا شويه الاول. بعد كده الجنود بتقعد تستريح وبيقعدوا يغنوا ويرقصوا وبيكونوا مبسوطين جدا ان هم بيتعاملوا زيهم زي الجنود اصحاب البشره البيضاء، وجوبيتر بيقعد يغني لهم، وتريب رجع يقعد معاهم وبيعتذر لرونانز على اللي عمله معاه. بعد كده تاني يوم روبرت بيستعد وبيجهز جنوده علشان يهجموا على القلعه وبيمشي يحييهم كلهم، وكل الجنود اصحاب البشره البيضاء بتحييهم وهم ماشيين على الحرب. بعدها روبرت بيسلم واحد من الصحفيين جوابات يسلمها لعيلته علشان لو مات في الحرب، وبيطلب منه يحكي بطولات الجنود اللي معاه. بعد كده رولينز بيطلب من الصبي الاصم ان هو يوقف في مكان بعيد عن الحرب علشان ما يحصلوش حاجه، وتوماس بيكون تعبان والجرح اللي في كتفه مأثر عليه جدا، لكن تريب بيسنده، وروبرت بيرفض ان هو يحارب بحصانه ونزل وقف قدام جنوده علشان يمشي معاهم، وكل الجنود فضلت تهتف ليه وبيحفز جنوده علشان تحارب معاه وبيشكرهم على شجاعتهم وبيعتذر لتوماس علشان كان بيتعاملوا بطريقه وحشه. بعد كده بيتحرك بجنوده وبيهجموا على القلعه وبيضرب عليهم بالمدافع والقنابل، لكن بيستمروا في الهجوم وسط القذائف اللي بتترمي عليهم، فبيستخبوا ورا تل عالي وبيزحفوا على الارض وبيحاولوا يوصلوا القلعه، وبيفضلوا مستخبيين ورا التل والجو بيليل عليهم، والجنود اللي في القلعه مستمره في الضرب بالمدافع، فروبرت بيأمرهم يتحركوا وبيجري بجنوده ناحيه القلعه، وجنود كتير من جنوده بتتصاب وبتموت، لكن بيستمروا في الهجوم وبيوصلوا الخندق اللي قدام القلعه وبيعدوا من فوق الرماح اللي محطوطه، والجنود اللي فوق القلعه بترمي عليهم قنابل وبيضربوهم بالنار وبيضربوا عليهم بالمدافع، فبيستخبوا ورا ساتر ترابي، فروبرت بيقوم يجري يحاول يدخل القلعه لكن بيتصاب، فبيفضل يطلع التل فبيضربوه بالنار وبيموت، فجوبيتر بيمسك العلم وبينده الجنود علشان تتحرك، لكن بيتضرب بالنار هو كمان، فالجنود كلها بتقوم تطلع التل وبيهجموا على الجنود اللي في القلعه بيقتلوا فيهم، وجنود الجيشين بيقتلوا في بعض، وفوربس بيقتل فيهم انتقاما لصديقه روبرت، وكل الجنود بتقتل بانتقام بسبب موت روبرت، وبيدخلوا القلعه لكن الجنود اللي في القلعه بتضرب عليهم بالمدافع وبيموتوا كلهم، وبكده روبرت وجنوده كلهم بيموتوا. بعد كده الجنود بتجمع جثث جنود اصحاب البشره السمراء ومعاهم روبرت وبيدفنوهم قدام القلعه، والكونجرس بيسمح بتزويد عدد الجنود من اصحاب البشره السمراء في الجيش، واصبح عددهم اكتر من 180 ألف، وبيخلص فيلمنا على كده.